وحشتيني. كذاب. ليه كده يا بنت الحلال؟ يعني أنا بقول لك كلمتين حلوين وأنت تصديني كده؟ أنا مش قصدي، بس أصلي يعني. إيه؟ مكسوفي؟ أقول لك الحق؟ وأنت تقدري تقولي حاجة غير الحق؟ ده أنا أزعل منك قوي. طب إن شاء الله أموت، وإن شاء الله ما يطلعش عليا نار لو أي مرة أطلع كلمة واحدة من ورا قلبي. أقول لك على حاجة، على النعمة من نعمة ربي. أنا ما مصدق إن إحنا اتجوزنا وقاعدين في أوضة واحدة. إيه مالك؟ مالك؟ أنا في حاجة كده حاسة في نفسي وعايزة أفضفض بيها كده من أولي. قولي قولي يا ألبس ليه؟ أنا عارفة إن أمك ما كانتش راضية على الجوازة دي. ومين اللي قال لك كده بس يا بنت الناس؟ البلد كلها عارفة أمك ما كانتش راضية لا عني ولا عن الجوازة من أصله. وأبوك الحاج الله يكرمه هو اللي نصفني. بس أديكي قلتيها بعظمه لسانك، أبويا الحاج جال كلمته، وطالما أبويا الحاج جال كلمته مفيش كلمة تانية تتني ورا كلامه خلاص. ما هو أنا يعني أقعد معاها في بيت واحد وليل ونهار وشي في وشي، وأنا بقى نخاف بقى إن يحصل أي حاجة. ورب محمد شكلك مرة بتحبي النكد، وأنا ما بحبش النكد. أنا عمال أقول لك إحنا قاعدين لوحدينا واتجوزنا، وقاعدين في أوضة لوحدينا واتجوز شرع ربنا، وأنت عمال تقول لي كلام ماسخ ده. إيه يا بنت في إيه؟ مالك؟ ما هي مش قصدي، أنا بس خايفة أي حاجة تحصل وبعدين تفتكري إن أنا السبب. يا بنت أنا مش عايزك تفكري في أي حاجة دلوقتي غير إن أنا وأنت قاعدين لوحدينا واتجوزنا وحلال وشرع الله. وبعدين أمي زي أي أم في الكفر، عايزة أتجوز ابنها لجنية طالعة من تحت الأرض لملاك نازل من السماء. نقول لها إيه؟ كلامك ده في الأحلام يا حجة؟ ولا نسمع ونسكت؟ لا نسمع ونسكت. يعني ليلتنا بيضة بالصلاة على النبي. ايه دي؟ طب ما تغير هدوم. انا ما بغيرش هدومي. ايه؟ ما فيش حمد لله على السلامة؟ بقول لك ايه؟ انا مش طايقة. ليه يا بنت في ايه؟ اهو كده. هما كانوا اخترعوا زفت الاسم المحمول ده ليه؟ مش عشان لما نتصل بيه ترد عليا وتطمني ولا تطنشني كده؟ صح، في دي عندك حاجة. وبعدين بقى بصراحة كده أنا قلبي وكلني سفرك مصر ده بقى كتير، شكلك كده متجوز عليا. مش بقول لك طول عمرك بجرة، أنا أتجوز عليكي. إيه؟ ما هما الله يرحمها قالت لي الرجالة كلها صنف واحد. الله يرحمك يا حماتي ويرحم الحكم والمواعظ بتاعتك، كانت ست حكيمة. ايه؟ أمي مش عاجباك ولا ايه؟ لا عشت ولا كنت، دي كانت حبيبتي. طيب قولي بقى، هو أنت كنت في مصر بتعمل ايه وما بتردش على التليفون ليه؟ أنا كنت بحاول أجيب لك هدية عشان أفاجئك. يا نهار أسود، شاف؟ أهو شاف؟ وقعتك سودة ومهببة، كنت بتجيب هدية ها؟ ما هم الله يرحمها قالت لي الرجالة لما تحبي تعمل عاملة سودة لازم تجيب هدية لمراتها عشان تداري على اللي عملته. الله يرحمك يا حماتي ويرحم الحكم والمواعظ بتاعتي، احنا مش نخلص من أمك دي وساعة بيت. إيه رأيك؟ إيه دي؟ دي الهدية، شفتها عجبتني اشتريتها. ده حلو قوي. طب انا مش هشوفه عليكي بقى ولا ايه؟ وانت يا اخويا من امتى كنت بتجيب هدايا من النوع ده؟ اصل يعني حسب الحكم والمواعظ بتاعت حماتي الله يرحمها، وانا يعني بحب اسمع كلامها، بتقول لما الراجل كانت بتبقى مراته وحشيه قوي كان يجيب لها هديه من النوع ده فتتبسط فوحشاني. ايه الله يرحمك يا امه، بتقولي حكم ومواعظ حلوه. طب انا عايز اشوفه عليكي دلوقتي حالا حالا. تشوف ايه وزفت ايه؟ دمك تخرب بيتك وبيتي والطربقه على دماغنا احنا الاثنين. لسه كنت نادي عليها من شويه وبتقول لي انت يا زفت يا محافي انزلي يا بنت عشان تخبزي الفطير. قلت لها حاضر ياما. امك ايه وامي ايه دلوقتي؟ بقول لك هتنادي عليا دلوقتي وهتشوف. يا بنتي مش هتنادي. ايوه يا لا يا محافي. انتوا بتعملوا ايه؟ ما بنعملش حاجه ياما، احنا قاعدين. والنعمه مالك اهو ابني. مفيش حاجة يا عم. أنا طول الليل وأنا قلبي مشغول عليك. مالك يا محاسن؟ فيك إيه يا بنت؟ أنا عارف إنك زعلانة مني، بس انت عارفه ان باظ من عندي. انا بحبك ومش قادر اعيش مع واحده غيرك.
والله العظيم بحبك وعمري ما احب حد قد ما حبيتك. ما تزعليش مني يا محسن. محسن بنتي يا محسن. محسن لا محسن يا محسن الحقوني يا ناس يا محسن. محسن فيك يا بنت. لا اله الا الله ما تسيبيني. محسن ما تسيبيني. لا ادي السبب ادي السبب والله العظيم ادي السبب. محسن ما تسيبيني يا شبيك. لا يا محسن.